راح روحي على بلعونه غني لي شوي. نوال الزغبي ونجوى كرم منافسة وصداقة منذ التسعينات. فارض حبك فرد أرقص أرقص أرقص. اتغرت من نجوى أنا. نجوى كرم كمان كان في منافسة كتير قوية أنا وياها. شو منافسة؟ ايه؟ كان في إلا منافسة بمرحلة. هذه هي الأجواء اللي عايشونا إياها نوال الزغبي ونجوى كرم اللي كانوا مسيطرين على الساحة بفترة التسعينات، ففينا نقول إنه كان في تحدي كبير بينهم ومنافسة بالفن اللي بيقدموه، خاصة إنه هالفترة كانت الفترة الذهبية بالنسبة لهم وأطلقوا فيها مجموعة كبيرة من الألبومات. فبال92 أطلقت نوال وحياتي عندك ونجوى شمس الغنية، بال94 طرحت نوال عايزة الرد ونجوى نغمة حب، وبال95 فينا نقول إنه بدأت المنافسة الشرسة بينهم من خلال الألبومات اللي نزلوها، فكانت أغنية ولا بيهمني هت الموسم. وكذلك أغنية ما بسمح لك اللي بعده الجمهور بيرددها لليوم. ما بسمح لك ما بسمح لك مهما يكون قلبي بيرتاح لك. واستمر الوضع على هالحال سنين، فبال1998 كان في تحدي بين أغنية مغرومة لنجوى عم يرجف قلبي مندم عليك لنوال. مندم عليك دمع الندم غالي خاطر عينيك ضيعتنا حالي. والمنافسة عام 1999 كانت أقوى مع روح روحي ودلعونا. روح 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 روحي يا عايش جوات روحي على دلعونا غني لي شوي. أما عام 2000 فحققت نوال نجاح كبير بأغنية الليالي. الليالي رجعت لي تاني حب قلبي من جديد. لكن نجوى أطلقت ألبومها عيون قلبي بفيديو كليب واحد وحصدت كل أغنية حصة من النجاح. شدت بيدي الحقائب ودقتك يا غلا الحبايب. يعني مثلا تعمل هي مهرجان مثلا أنا ما يطلبون عليه جن، قول أنا أوكي رح فرجيكم مرت الجاي رح تطلبوني لإلي لإلي ما رح تطلبوهك ويصير إنه منافسة شريفة يعني. وكانت كمان موجودة بالمهرجانات بالعالم العربي، فعام 2000 تألقت نجوى على مسرح قرطاج بالوقت اللي طلت نوال الزغبي بحفل ليالي دبي. أما عام 2004 فعادت ليالي دبي وجمعت نوال ونجوى بحفلين مميزين. وفينا نقول إنه المنافسة مستمرة لليوم، ففي 21 يوليو طرحت نوال أغنية أرقص اللي صار برصيدها أكثر من 5,200,000 مشاهدة على يوتيوب. أرقص على قلبي ولقوه واللي غيروا منه يطقوه. لتعود نجوى في 29 يوليو تطرح مغروم 2 اللي حققت لليوم 5,600,000 مشاهدة. مغرومي مغرومي بينا في 23 أغسطس أطلقت نوال أغنية عليه ابتسامة اللي صار برصيدها أكثر من 2,200,000 مشاهدة. عليه ابتسامة جو مجيامة تخلي قلوب الخلايق تمشي قدامها. وساحر قلوب هي الأغنية اللي طرحتها نجوى في 25 أغسطس وصارت لليوم محققة أكثر من 1,100,000 مشاهدة. فارض حبك فرد بيطلع لك يا ورد كون بعيني انت احلى شبب عالارض. لكن الجمهور كان دايما شايف هالمنافسة بوضوح، فاكثر من مرة اثاروا الجدل على السوشيال ميديا حول مين هي نجمة روتانا الاولى. لكن نوال ونجوى ما وقعوا بفخ الكومبيتيشن، ففينا نقول انه هن اصدقاء وبيتبادلوا دايما الرسائل والحب على السوشيال ميديا، مثل نجوى اللي كتبت لها بالتسعينات كانوا الناس يتغنوا بجمالك وهضامتك وبعدك لما تطلي بتطل ستار حقيقية مش كذبة. لا ترد نوال، انت النجمة المضواية اللي مش ممكن تنطفي، بحبك من قلبي. شو بتقولي لها اليوم لنجوى؟ بولدوزر بولدوزر